بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. لوجم فيك رمضان يكون نتاتو نآيتك تلك سورة الفاتحة سورة الحمد آية يتانو أيمين نسيمة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. تفسير: wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Taba sura al-Fatiha ni sura ambayo tunaisoma katika sala, na hakuna sala bila fathati al-kitab, yani sala haisimami kama huna sura al-Fatiha, na yoni rukun katika arkani ya sala. Na hii aya tunaileta kila tunaposali, tunaileta iyyaka, na tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yani hii dua tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya rab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu, wewe tu tunayekustain. Lakini tujiulize, hal kweli sisi tunayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haqa ibada? Ikiwa kila kitu tunachokifanya mimi ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan lillah subhanahu wa ta'ala. كذلك تنمون بالله سبحانه وتعالى استعان أياني معين. نتكا كنا كسوالي يا ربي، لكن يمسيباتي إخلاصي كتك صلايانك يا ربي نعين، نم بالله سبحانه وتعالى أتوب معين أو نسيسي أتسايدية تويزي كسوالي نكوبات إخلاص وكلا كيت وكلا عبادة إن أفواتانا نانيني نا استعانة. يعني تنفاني عبادة نمومين الله سبحانه وتعالى، تمبودي الله سبحانه وتعالى، كذلك تنتوكل على الله، يعني كستعين كتوكل على الله، يعني كما كتشكو أسباب لفنا توكل على الله، تنستعين كالله سبحانه وتعالى أتوافقية وكل تنشك فانا، لأن بلا توفيق الله سبحانه وتعالى هتوازك فانا عبادة. عبادة للتوفيق نتنهتاج هي دعاء، نهي دعاء كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم ونوسيما كما يمقوان الصلاة بين ينقم بين الله بين من يكون مبود الله سبحانه وتعالى. أنزين ونبوفي كتك هابو كسما إياك نعبد وإياك نستعين، نسيما حديث قدسي نسيما كما ليني هذا بيني وبين عبدي، هي بين ينقم بين من يكون يبود إلا نيني كونين بين أنقم بينا بين من يكون يبود، لأن إخلاصياك الله سبحانه وتعالى ونيجوك تك إلى عبادياك وإيمانياك. هل كل سجن مبود الله سبحانه وتعالى أو تنشركيش نبيت ما هو هتبيجوي توني وينك مبود الله سبحانه وتعالى، نكستعين كالله سبحانه وتعالى أتوبي أو نسيسي katika kufanya ibada zetu tuweze kuzifanya kama zinapotekanika, ziwe ibada za kukubaliwa, ziwe khalisa. Kila tunapotoa, tunaposali, tunajua tunataka iana kutoka Allah subhanahu. Tunapotoa sadaka, tunataka iana kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapofunga, tunataka muin Allah atuin, atuawe na sisi, atusaidie tuweze kufanya kama inavyotakikaniwa. Na tunafika mwisho نسي ميشو، لأن هي آية صراحة هتتليف حتى تشيمبي يا حق ياك، يا إياك نعبود وإياك نلينا نستعين. عبادة يوتي يتو يوتي نضوزي فانكتك هيلونية نما يشايتو يوتي نكيشو الآخرة يكتك هي إياك نعبود وإياك نستعين. نتاني الله سبحانه وتعالى أو نسيسي هبا دنياني نكيشو آخرة. يا رب تجالي نكتك ويني كونجي كتك هي كبوكليوة دوايتو إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 يا رمضان يا كمنتاتو. سبحان الله الحليم، سبحان الله الحليم. الحليم مبولي يعني ما ني حليم مبولي، لكن مبولي يعني ما نياكي كوبا يزيد كلمة كسمة مبولي. مبولي حكيم، مبولي أنا ترحامه، مبولي يعني من يكون فهامه وسامي تومبا أنا تجوا، مبولي من يكون تبيندا، مبولي من يكون تكتوي قريب نيا زيدي.
بولي أنا تغفرية بن بزيت بنبم كوسية بنبم كوسية الله سبحانه وتعالى أنا نقوديه حتى ذنبي هو اللي كيوي بالي بال ونبو فاني ذنبي لعل وتفانيني وتتوبية كالله سبحانه وتعالى نأكيدي وكفاني لذنبي وتونا كوتاني ذنب وكفاني ذنبي ونعندك يوم رمولي لكن وكفاني كتو كزوري حسنة ونعندك يوم 10 أمثالها ما ركوم ونعندك يوم يوتني كالله سبحانه وتعالى أمتوومبا نمتوومبا كتوني هروما نتكي خيري كويتو كتنبيه الجنه ان انتك ستنجي كتك الجنه نسيتو وين كتشاغوا ونبوفانيا كوسا او تنبومكوسيا الله سبحانه وتعالى تونا اخر شيء وما كوسا تونا اخر شيء وكباتي وعذاب نتو اخر شيء عذاب سبحانه وتعالى كل شرود نتوبيه كوكي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حشا هجتهم بكتو عذيبه سيسي وينيوي كو مكوسا يتو سيسي وينيوي كو كتوكو ايمان sisi wenyewe kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala tuna nini tunajipatia masaib kwetu wenyewe lakini Allah anatakia khairi katika kila kitu chetu la inna halim bina katuomba katuumba na natujua tutamkosea na turudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwa bora tuwe bora kwake na yeye halimu kwetu yeye mpole kwetu mtaratibu kwetu ana hikma kwetu anatutakia khairi kwetu idhan tukumbuke tunapoita hii tasbih subhanallah alhalim halim kwangu na visa vingi unaona kama nini unafanya kitu au unatokea kitu makosa pale pale hakurudishi ile kosa ulifanya halimu anatusitiri katika dhambi zetu ingelikuwa tunaandikiwa madhambi yetu kila mtu anaona dhambi yake aliyofanya imeandikwa tungalikuwa tuna haya kutoka kwa watu len halim bina anatustiri say Allah subhanahu wa ta'ala ya rab wa hilmi yako ya rabbi tughfiri dhambi zetu ya rabbi usitoneshe adhab yako ya rabbil alamin tutie katika ulo wajalia na ukawapa hii sifa kama nabii ibrahim innahu kana halimun halimun awabun halim سبحان الله تجرينا سيسني كتيكا هاو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.